هل أعادت إسرائيل احتلال غزة؟ هل بات الاحتلال واقعا جديدا وقد يستمر السنوات بعد تعيين منسق مدني إسرائيلي بصلاحيات حاكم عسكري؟ إذ على غرار منسق الضفة، الجيش الإسرائيلي يقدم لبقائه في غزة من باب الجهود المدنية، وقام بتعيين عسكري لإدارة هذا الملف. المنصب وفق الإعلام الإسرائيلي أنيط بالضابط إلعاد جورين، وصلاحيات الضابط الجديد إدارة الجوانب الإنسانية، تنسيق المشاريع المدنية، والإشراف على إعادة بناء القطاع وإعادة إعماره. هذا بالإضافة إلى الإشراف على عودة النازحين لشمال غزة، ناهيك عن إدارة معبر رفح وقضايا التكتيكية والتفاصيل اليومية. الخطوة التي تحمل في ظاهرها طابعاً إنسانياً يبدو أن باطنها يعكس عمق التحول في سياسة حكومة نتنياهو تجاه قطاع غزة برمته. فالتعيين هذا ليس مجرد تغيير إداري، بل هو تحول استراتيجي له تداعيات كبيرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي. قد يوفر لإسرائيل مخرجين: الأول تقديم تصور أوضح فيما يتعلق باليوم الذي يلي الحرب، وهو أحد أكبر نقاط ضعف الاستراتيجية الإسرائيلية وأكثر من تقدت عليه. أما المخرج الثاني فيكمن بتقليل الضغوط الدولية على إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية وإدارة هذا الملف بنفسها. إذن خطوة تأتي وسط خلافات عميقة بين الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية حول ترتيبات ما يعرف باليوم التالي للحرب في غزة. وخارج هذا الخلاف، يرجح البعض بأن يكون لتعيين ضابط إسرائيلي في الإدارة المدنية لغزة تداعيات عميقة، من بينها تعيين قد يعكس استمرار سياسات الاحتلال وفرض المزيد من القيود على غير ما هو معلن طبعا، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. أيضا تأثير هذا التعيين قد يمتد إلى تعقيد جهود إعادة الإعمار في غزة، فتعيين ضابط عسكري قد يعرض مشاريع الإعمار لمزيد من العراقيل. أيضا تعيين ضابط عسكري يشير أيضا إلى احتمالية تصعيد الإجراءات العقابية بحق سكان غزة. هذا التصعيد يعكس سياسات إسرائيل الرامية إلى تعزيز السيطرة بدلا من البحث عن تسويات سلمية. وجود شخصية عسكرية كذلك على رأس الإدارة المدنية يتناقض مع أي جهود سياسية لحل النزاع. هذه الخطوة قد تعكس نية إسرائيل تقويض المبادرات الدبلوماسية من أجل الحل وتعزيز نهج الصراع، ما يبرز تفضيل نتنياهو إدارة النزاع عبر القوة والاحتلال العسكريين. أيضا من المحتمل أن يؤدي هذا التعيين إلى تعزيز الانقسام الداخلي الفلسطيني، ما من شأنه أن يعقد جهود الوحدة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي الفلسطيني. أما على المستوى الإقليمي، فقد يسهم التعيين بزيادة التوترات على مستوى المنطقة، وقد يفتح المجال لمواجهات جديدة وموجات من العنف. إذن دعوني أرحب بضيفي لمناقشة هذه التطورات وأبعادها وتداعياتها. معي من رام الله الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب، ومعي أيضا من الناصرة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية نائل الزعبي. أهلا ضيفي الكريمين. أبدأ معك بداية أستاذ جهاد، كيف يمكن بالنسبة لأي فلسطيني النظر لهذه الخطوة الإسرائيلية، أنه خاصة أن هناك منسق البعض يرى أنه يعني سلطاته أعلى من السلطة الفلسطينية نفسها فيما يتعلق بالضفة الغربية، الآن غزة على غرار وعلى نفس النهج، بأي تداعيات بأي أبعاد؟ يعني ينبغي فهم هذه الخطوة في إطار السياق العام والأوسع بالنسبة لعقلية نتنياهو القائمة على إقامة دولة يهودية من النهر إلى البحر، وهي تتسق مع مفهوم الجدار الحديدي لمعلمه الأكبر وهو جابوتينسكي زعيم الصهيونية التصحيحية في العشرينات، وكان والد نتنياهو أيضا يعمل مديرا لمكتب هذا الزعيم الصهيوني القديم.
التي تقول بأن الفلسطينيين عليهم إما أن يهاجروا أو يتم تهجيرهم أو يستسلموا للإسرائيليين ويعملون لدى الإسرائيليين إما حراسا أو في قطاع العمل، أو من يرفض ذلك يتم قتله. وهذا تحديدا ما ترجمه سموتريتش في خطة الحسم. لذلك نتنياهو يعيد الصراع من جديد إلى أنه صراعا وجودي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وليس صراعا على الحدود وكل له دولة كما جرى على مدار 30 عاما الماضية. نتنياهو منذ مجيئه إلى الحكم عام 1996 دمر اتفاق أوسلو ورفض تطبيق هذا الاتفاق لأنه كان يرفضه بالأصل، وتزعم جميع المظاهرات ضد رابين وحرض على رابين وعلى عملية السلام آنذاك. وعندما جاء إلى الحكم أو فاز بالحكم رفض تطبيق الخيارات أو المراحل الثلاث التي كانت على 3 مراحل، كل 6 أشهر مرحلة يتم فيها انسحاب إسرائيلي لتبقى قضايا الحل النهائي المتعلقة بالمستوطنات والمعسكرات معسكرات الجيش والحدود والقدس وغيرها من بعض القضايا، لكنه دمر ذلك. واليوم أيضا يعتقد بأن 7 أكتوبر وما جرى بعده فرصة لتدمير خطة الانفصال التي قام بها شارون عام 2005، وهو فعل ذلك في الضفة الغربية عندما عدل هذا القانون وسمح بعودة المستوطنين والاستيطان إلى شمال الضفة الغربية. لذلك هذه الخطوة يجب أن فهمها في السياق العام لفكر نتنياهو وسياساته التي تؤدي إلى مزيد من العنف وإلى الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. كذلك ما يجري في شمال الضفة الغربية يأتي في ذات السياق وإن كان بشكل أقل حدة مما هو في قطاع غزة. الأمر طيب هذا في مخططاته، هذا في مخططاته وفي ضرب عملية السلام نفسها وأوسلو وفي وصولا لاستهداف ربما مبدأ الدولة الفلسطينية برمتها. هذا يعتبر إعادة احتلال لقطاع غزة على غرار ما يحدث ربما في الضفة كذلك، وهل نجح؟ أيضا إذا ما تحدثنا عن رؤية بأثر رجعي 7 أكتوبر وما كرسه الآن، نتحدث ربما بصفة حاكم فعلي، حاكم بأمر الاحتلال، سميه ما شئت. هل قامت حماس فعليا بتسليم غزة لنتنياهو؟ قد يكون اليوم 7 أكتوبر اعتبرها نتنياهو فرصة، لكنه هو الذي كان يضغط باتجاه تعزيز الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وما شاهدناه خلال المفاوضات في الشهرين الأخيرين وهو إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا وفي محور نتسريم هي عمليا مظاهر الاحتلال العسكري الرئيسي. لذلك في خطة نتنياهو يكون هناك احتلال عسكري كما فعل بتعيين منسق للمساعدات في قطاع غزة، هو عمليا يشبه رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، يعمل في مكتب منسق أعمال الحكومة، وليس لديه مشكلة أن تكون هناك سلطة محلية لإدارة شؤون التجمعات السكنية ذات أو التجمعات ذات الكثافة السكانية كما هو الحال في الضفة الغربية، احتلال لمناطق جيم ومناطق باء عمليا وإدارتها من قبل الحاكم العسكري أو الإدارة المدنية، وهناك سلطة في مناطق ألف وهي المناطق ذات الكثافة السكانية. وهو في ظني، وهذا قلته في بداية الحرب، هو ليس لديه مشكلة أن تعود حركة حماس لإدارة السكان في المناطق ذات الكثافة السكانية لكن تحت إدارة الجيش الإسرائيلي، بمعنى يشبه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل عدم وجود كيان سياسي فلسطيني، من أجل البقاء أو إبقاء عملية الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ربما يعمد إلى ذلك. حاول خلال الأشهر الماضية إيجاد بعض الأجسام لكنه فشل، وفي ظني أنه سيقبل في النهاية، وهو يفاوض حركة حماس اليوم بشكل غير مباشر، وهو سيقبل بوجود حركة حماس في إدارة حكم للتجمعات السكانية وتقديم الخدمات المدنية، وفي ذات الوقت قوة عسكرية موجودة في قطاع غزة تأتي في إطار قدرة إسرائيل على التدخل في اللحظة، في أي لحظة يمكن الدخول إليها لأي منطقة من المناطق، مع عزل قطاع غزة وحصارها، السيطرة على جميع حدود قطاع غزة. إسرائيل تسيطر على شمال قطاع غزة وشرقها قبل 7 أكتوبر، اليوم مع محور فيلادلفيا هي تسيطر على الجانب الجنوبي أو الحدود الجنوبية، ناهيك عن البحر في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها أيضا إسرائيل، وبالتالي ليست لديه مشكلة في من سيدير
الشؤون المدنية للفلسطينيين حتى وإن كانت حماس، ويستطيع تبريرها أمام الجمهور الإسرائيلي بأنه لا يوجد مكان آخر أو أشخاص آخرين يستطيعون التعامل مع إسرائيل في هذه المنطقة أو يستطيعون إدارة الحكم في هذه المنطقة دون إذن حركة حماس. أستاذ نائل، يعني هل تتفق مع هذه القراءة فيما يتعلق ب يعني ما يدور في ذهن صانع السياسات الإسرائيلي من جراء هذه الخطوة، وخاصة إذا ما تحدثنا عن طبيعة المهام ربما اللي حسب ما رصدناه من وسائل الإعلام الإسرائيلية الموكلة لهذا المنسق رئاسة مديرية التنسيق والارتباط في القتال، قضايا التكتيكية اليومية، إدارة رفح، التعامل أيضا مع توصيل المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بإعادة الإعمار، إصلاح البنية التحتية المدمرة، هذا بالإضافة أيضا إلى الاستراتيجية المدنية البعيدة المدى من أجل مواصلة الحصول ربما حسب ما جاء في يدعوت على الشرعية الدولية، يعني من أجل الاستمرار في القتال في الوجود الإسرائيلي العسكري على مدى سنوات طويلة، فكيف من شأن هذا أن ينعكس على فرص التسوية؟ أهلا بك والضيف المحترم. أهلا. أولا يعني هذا القائد الجديد في غزة يعني لا يعني الكثير من الأشياء، خاصة وأن إسرائيل لا تريد أن تحتل غزة، إسرائيل لا تريد البقاء في غزة، إسرائيل لم تفكر يوم قبل 7 أكتوبر بالدخول إلى غزة ولا إلى احتلال غزة ولا إلى البقاء غزة. نذكر بأن إسرائيل كانت قد خرجت من غزة بخطة أحادية في فترة رئيس الحكومة المرحوم شارون، وخرجت من هناك ولم تبقي أي جندي أو أي يهودي في قطاع غزة، ومنذ عام 2005 حتى 7 أكتوبر 2024 لم يكن أي جندي إسرائيلي أو أي يهودي في قطاع غزة وفي غزة. الآن ماذا يعني هذا التعيين؟ هذا التعيين لا يعني بأن إسرائيل تريد البقاء في غزة. إسرائيل، وهذا أيضا يعني تعيين أمني لرجل أمني، يعني تريد المحافظة على مصالحها الأمنية في غزة، ويعني مصالح إسرائيل الأمنية في غزة ما زال نفس المصالح التي كانت في 8 أكتوبر والتاسع من أكتوبر وفي بدايات نوفمبر، وهي القضاء على حركة حماس والوصول إلى حركة حماس واجتثاث حماس من القوة العسكرية ومن القوة السلطوية. إسرائيل تعلن ذلك، والرأي العام في إسرائيل يعلن ذلك، حكومة إسرائيل تعلن ذلك، وجيش الدفاع أيضا لا يمكنه العيش يوم آخر مع حماس في غزة. الآن بالنسبة إلى يعني قضية أخرى، يعني أيضا هذا المندوب الجديد في غزة وكونه شخصية أمنية، يعني طبعا سيراقب العمليات والتغيرات ومجريات الأحداث في تير في محور فيلادلفيا، ما يسمى تير فيلادلفيا، ونحن نعرف أن إسرائيل تسيطر اليوم على محور فيلادلفيا وعلى معبر رفح وعلى معبر وعلى محور نتسارين، وأنا قلت أكثر من مرة بأن إسرائيل لا يمكنها التنازل عن 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 ذلك. بالنسبة إلى عودة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب، إسرائيل لا تمانع بعودة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب، ولكن هذا الـ 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 العودة هذه العودة يجب أن تكون من الجنوب إلى الشمال، من إلى الشمال. هذه العودة ستكون مراقبة، وهذه العودة إسرائيل تريد أن تكون يعني تحت إشراف أمني، فهي لا تريد مرة أخرى أن يكون مسلحين في غزة. يعني أنت لا تعتقد أن هذا الوجود سيكون وجود طويل الأمد؟ لا أعتقد، لأنه الشارع الإسرائيلي لا يريد تواجد طويل الأمد لإسرائيل في غزة. يعني الأحزاب السياسية القريبة من الحكومة والبعيدة من الحكومة لا تريد البقاء في غزة، الشارع الإسرائيلي لا يريد البقاء في غزة، ومنذ عام 2005 يعني لو أن إسرائيل أرادت أن تتواجد في غزة مرة أخرى لكانت قد يعني حاولت. يعني ولكن إذا كان
الهدف أنه بطبيعة الحال هناك فرق بين الرأي العام والشارع الإسرائيلي ما يريده، وما يريده نتنياهو وحكومته واليمين المتطرف في حكومته، خاصة أنه هناك رصد نقلتها حتى هيئة البث الإسرائيلية عن أنه مسؤولين أمنيين إسرائيليين يرفضون هناك خلافات على أساس أنه مثل هكذا بقاء سيعني أو سيكلف حوالي 5.5 مليار دولار سنويا من الموازنة الإسرائيلية، وأكثر من 400 وظيفة إضافية في الجيش الإسرائيلي تتطلب 5 فرق عسكرية دائمة حسب هيئة البث الإسرائيلية. هذه نقاشات وجدل وخلافات لا تتطرق ربما في مهمة محدودة مؤقتة. يعني أنا لا أعارضك فيما قلت يعني، ويعني ايضا الضيف الكريم ذكر بعض النقاط يعني القريبه من جدا من الواقع، ولكن يعني اريد ان اضيف واقول الى جانب المصاريف وما يعنيها البقاء اسرائيل في غزه، اريد ان اقول بان اسرائيل تبقى في غزه حتى تضمن ان امن اسرائيل في سلام. اسرائيل تريد ان تكون في غزه حتى تضمن ان لا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر. يا سيدتي 7 أكتوبر ما زال حديث الناس في كل مكان، في الجامعة وفي السوق وفي الشارع وفي المدرسة وفي المعهد. 7 أكتوبر لم ينتهي من ذاكرة الشارع الإسرائيلي، خاصة وأنه ما زال هناك مختطفين لهم أهالي ولهم عائلات ولهم يعني، وكل يوم نرى بأن الشارع الإسرائيلي يطالب بإعادة المختطفين يعني. وأنا يعني أنا على كامل الاعتقاد بأنه أيضا جيش الدفاع الإسرائيلي يريد أن يصل إلى المختطفين وإعادتهم يعني بالدرجة الأولى. لنتذكر بأن إسرائيل دولة صغيرة يعني، وموضوع المختطفين يعني يأخذ بجانب كل العناوين في الصحف وجانب الحديث في كل في 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 كل مكان. إسرائيل يعني تلخيص الحديث لا تريد البقاء في غزة. طيب، ومن أعاد غزة، ومن أعاد إسرائيل طيب إلى احتلال غزة هي حركة حماس. واضح جدا. واضح. دعني فقط يعني أتحول للسيد جهاد إن كان لديه ربما أي تعقيب في إطار هذه المداخلة، وأيضا فيما يتعلق بالصفقة المفاوضات ليتم الحديث على أساس أنه تتقدم بالسرعة، الخوض في التفاصيل، هل يمكن ضمان نجاح ونجاعة مسار التهدئة أو الصفقة إذا كان مخططات إسرائيل هو على الأقل في أقل تقدير إذا لم يكن البقاء الدخول إلى غزة في أي وقت أرادت وربما على غرار سيناريو الضفة؟ يعني دعينا أقول مسألتين قبل الرد على السؤال الأخير. أولا، الفلسطينيين لن ينسوا أن إسرائيل هي احتلال سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. حتى عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة بقيت هي التي تسيطر على جو غزة وعلى بحر غزة، وتسمح للصيادين 3 أميال بحرية وأحيانا إلى 7 أميال، ومن ثم تعود لمنعهم من الدخول أو الخروج من البحر، وأيضا على استمرار الدخول المساعدات أو التبادل التجاري. إسرائيل بقيت هي الاحتلال وهي المسيطر، وهذا باعتراف دولة باعتراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة. الأمر الثاني، علينا أن ندرك أيضا أن هناك خلافا بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية لاختلاف المنهج في التفكير. السياسيون الإسرائيليون ونتنياهو واليمين المتطرف يرغبون بالإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي، وهذا في تصريحاتهم المستمرة، وهذا ما يريده نتنياهو. ينتمي إلى لأنه نتنياهو أيديولوجي أو السياسيين هم أيديولوجيين، وبالتالي الفكرة الرئيسية هي استمرار الاحتلال والسيطرة على الأراضي الفلسطينية وعلى السكان الفلسطينيين، وينظرون دائما في خططهم ولقاءاتهم ومقابلاتهم وحديثهم إلى الجمهور ومن يستطيع فوزه في الانتخابات القادمة. بينما العسكر أو الجيش الإسرائيلي ينظر إلى وثائق الحكم، وخاصة وثيقة الاستقلال تحدث عن قرار 181، وهو يريد من ناحية الاستقرار. لذلك ليس لديه مشكلة ببقاء بالاحتلال، لكنه لديه مشكلة باستمرار السياسات الاستفزازية، سواء الاستيطان والتوسع الاستيطاني أو اعتداءات المستوطنين. وقبل عدة أيام تحدث أو تقرير لرئيس شين بيت قال أن الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية يزعزع الاستقرار، وبالتالي
وهو يقصد المستوطنين. وبالتالي هناك فرق بين الشكلين أو بين الجهتين، لكن الجوهر واحد وهو السيطرة والتحكم بالفلسطينيين. في ظني أن التقدم التقني فيما يتعلق بالمفاوضات الحالية ممكنة، لكن ستبقى عقبة فيلادلفيا ونأسريم هي العقبة الكأداء أمام أي تقدم للوصول إلى اتفاق خلال الأيام القادمة. أنا أوافق على ما يقوله الضيف. طيب شكرا لكم أيضا من رام الله الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب، وأشكر أيضا من الناصرة أكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية نائل الزرقي. شكرا لكم.